فالمبدأ اسمه هذا مبدأ إيه؟ مبدأ البراءة الأصلية. كل شيء الأصل فيه الإباحة إلا ما ثبت بدليل شرعي. والله قال قضية التحريم لا تأتي عن هوى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، ممنوع، بدك دليل. شوفوا انتوا طريقة ابن عباس مثلا، ألمعت إليه مرة أنا في خطبة قريبة من هذه الخطبة. ابن عباس لما كان يسأل عن الحمر الأهلية، مش النبي حرمها في خيبر؟ كان يقول حلال كلوها، وعائشة تقول حلال كلوها، وابن عمر حلال كلوها. ليش؟ من وين جبتوها؟ والثلاثة ابن عمر وابن عباس وعائشة عليهم رضوان الرحمة ايش يقولوا؟ قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون تنشون المحرمات. الله قال ما في، الله بيقول له يا محمد قل. طب هذا الصيغة ايش بتفيد يعني؟ الله يقول يا محمد قل يا محمد، ايش معناها؟ مبلغ، محمد مبلغ مؤدي، مش منشئ تشريع شرع من عندهم، ما في الكلام هذا. قال يقول لهم لا أجد فيما أوحي إلي، لأنه سبيل التشريع هو ماذا؟ الوحي. تقول لي ما هو النبي؟ إن هو إلا وحي. إيش التفسير العقيم هذا؟ ومين قال لك إن هو إنه النبي هذا؟ مش صحيح. إن هو القرآن، وإقرأ أنت السورة، الكلام كله على القرآن الكريم، ولا مش صحيح؟ إن هو يعني القرآن إلا وحي يوحى، القرآن وحي يوحى، مش محمد وحي يوحى، ومش كلام محمد وحي، هذا كلام، هذا كذب على كتاب الله. على كل حال، فالنبي يتلقى إيه؟ الوحي، ويحرم به ويحلل به، يحكم به، ما فيه مأمور مثلنا مثله عليه الصلاة والسلام. وله مزيد طبعا إيه؟ الرسالة والتبليغ والأداء. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. نرجع رقم 4، أهل لغير الله به فمن اضطر إلى خيره. الأنعام 145 تقريبا، فقط هذه الإيه؟ واحد يقول لي أوف شو المصيبة هذه؟ طيب النبي حرم كل ذي إيه؟ مخلب من إيه؟ من السباع، ولا مش صحيح؟ من سباع الوحش والطير. قال لك بلا مخلب بلا خلاب، ما في، القرآن قال لا أجد. وكانت تسأل عائشة عليه رضوان الرحمة عن إيه؟ عن السباع هذه، فتقول حلال، تحب تأكل فهد، تأكل نمر، تأكل ضبع، هيينة، كل اللي بدك إياه اذبح كل. وتقول قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. أوه عجيب، هو هيك طبعا. أحدهم يقول سألته إيه؟ عمرو بن دينار هذا يقول سألته تقريبا، سألته أحدهم، نسيت، المهم سألته أحدهم عن الحمر، الحمر الأهلية الإيزر هذول الدنكزة. سألته أحدهم فلانا إيه؟ يمكن ابن ذر، لكن لست مستيقن الآن، عن الحمر. فقال كان الحكم ابن عمرو أو عمر الغفاري يمنعه ويقول نهى عنه رسول الله في خيبر، وكان الحبر ابن عباس يأبى ذلك، يقول لا 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 لا، ويتلو قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، حمر حلال كلوها. ولما سأل ابن عباس بس أنت بتعرف أن النبي نهى عنها في خيبر؟ قال بعرف، صح نهى عنها، مش كذب على النبي هذا، وهذا صحابي، هذا مش أبو حنيفة والشافعي ولا اليوم، صحابي يعني كان يعرفه. إيه طب ليش؟ قال لأنها كانت ركوبة الناس، كانوا بيركبوا عليها، ولو ذبحوها كلها في خيبر لما راحوا غزو خيبر بعدين يرجعوا يركبوا على إيش؟ معظم الركوب ما كانت إيه نوقا أو إبلا ولا حتى إيه أفراسا وخيولا، كانت إيه حمير، كانت حميرا. قال كانت ركوبة الناس، فالنبي نهى عنها وأمرهم بإهراق إيه القدور وهي تفور بلحومها، كان عشان هيك. وإلا ابن عباس قال لهم القاعدة لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. واحد يقول لي بس هذه الآية من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية قولا واحدا، قيل فيها آيات مدنيات، آيات الوصايا العشر، قل تعالى وأتلوا ما حرم إيه ربكم عليكم ألا تشركوا، كما قال إيه ابن عبد البر، قال أجمعوا على أن الأنعام مكية باستثناء هذه الآيات الثلاث، قالوا هذه آيات مدنية. أبو بكر ابن العرب المالكي قال لا، هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي مدنية، هذه آية مدنية ومن آخر ما نزل وغير منسوخة وغير منسوخة. ولذلك حنشوف مذهب الإمام مالك فيه خلاف. إذا تقرأ الموطأ الإمام مالك يقول بحرمة روحه إيه؟ بحرمة الحمر الأهلية والسباع والأشياء الثابتة في الأحاديث. وإذا رجعت للمدونة لا، لا يقول بحرمتها لكن يكرهها، يعني يقول لك تنزه عنها لأنه فيها شبهة. له قولان الإمام مالك. البغداديون من المالكية أهل بغداد
قالوا لا حلال ولا فيها شيء. قال تعالى قل لا أجد. شفت في خلاف في المثل المالكي. طبعا الشافعي قال لك لا حرام لأنه فيه أحاديث إلى آخره. نفس الخلاف نفس القضية. والآية بتقول لي لا أجد فيما إلا فيها صيغة حصر فقط هذه المحرمات. ابن عبد البر إيش قال؟ قال يلزم من حصر المحرمات في هذه الأربع المذكورات يلزمه أن يقول بحل الخمر وأجمعت الأمة على تحريمها. خمر حرام مش حرام مش مذكورة فيها. اثنين يلزمه بحل بالقول يعني يلزمه إيه القول بحل متروك التسمية. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولا صحيح ومما تعم أي شيء لم يذكر عليه اسم الله ممنوع تأكل منه. عام ولا مش عام هذا؟ من ما عام. وانت بتقولي أربعة فقط محرمات. أنا حأجيب عن هذا الآن بجواب لا أعتقد جوابي أنا لم أقرأه لأحد إن شاء الله. أنا أصبت فمن نفسي فمن الله عفوا وأنا أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. لكن قبل هذا أحب أن أقول على ذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حتقول لي ما حكم المسلم الذي ذبح فروجة ولا حتى ناقة ونسي أن يذكر أو لم يذكر ما ذكرش اسم الله إيش حكم الذبيحة هذه؟ عند المالك الحنفية قالوا ينفع. طبعا بالنسبة للشافعية عفوا بالنسبة للجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة إيش قالوا؟ قالوا في حديث بقول المؤمن أو المسلم يذبح على اسم الله ذكر أو نسي. قالوا النبي قال هيك مع أنه الآية بتقول الذبيحة الما ذكر عليها اسم الله ممنوع إيه؟ تؤكل. تمام؟ لذلك الجمهور قالوا لا تؤكل إذا المسلم إيه؟ اللي ترك. إذا المسلم إيه؟ ترك عمدا أو إيه؟ أو سهوا. تخيلوا؟ هذا الشافعي ومالك مين؟ وأحمد. عمدا أو سهوا كل لأنه إيه؟ كأنهم أقاموا الملة أنهم من أهل الملة. مقام ماذا؟ مقام الذكر. هكذا يقول العلماء كأنهم أقاموا الملة كونهم من أهل الملة يعني مسلما موحدا مقام ذكر إيه؟ اسم الموحد لا إله إلا هو. أما الحنفية قالوا لا نأخذ بعموم الآية ممنوع لا تؤكل ذبيحة إيه؟ المسلم الذي ترك التسمية عمدا. أما الذي تركها سهوا فتؤكل وعلّ له بطريقة ثانية قصة. واضح؟ فنرجع فأنا بدي أحاول أجيب عن ماذا؟ عن ابن عبد البر وحنستفيد شيء جديد. أولا يمكن أن يناقش أن آية الأنعام في المأكولات لا في المشروبات لأن الأصل في الطعام أنه يكون في ماذا؟ فيما يؤكل لا فيما يشرب. وإن جاز أن يقال طعم الماء. واضح؟ واستطعم الماء لما جد في الهرب يقول الشاعر. وقال تعالى أيضا ومن لم يطعمه فإنه مني في النهر إن الله مبتليكم بنهر. لا قال لك هذا مجاز. الأصل في الطعام عشان هيك النبي لما أراد أن يذكر لي ماء زمزم مزية ليست في سائل المياه أو الأمواه ماذا قال؟ طعام وطعم. وإلا الماء العادي ما فيه طعام تشرب تبقى جائعا مستحيل. طبعا ما فيه بدك خبز بدك لحم بدك أشياء. النبي قال لا ماء زمزم وهذا الذي يؤكد المجازية هنا إنه ومن لم يطعمه فإنه مني لشدة الحرص عليه وشدة ما بلغ بهم حرارة العطش كما يصيب الجائع من شدة الجوع والمخمصة. هذا مجاز. والآية اللي هي في الأنعام تتحدث عن ماذا؟ عن المأكولات لا المشروبات. واضح؟ فأجبنا عن قضية الخمر فالخمر يبقى محرماً ولا يتعارض مع الآية. تبقى المسألة الثانية اللي ذكرها ابن عبد البر إيش هي؟ متروك التسمية. متروك التسمية منصوص عليه بكتاب الله ممنوع أن تأكل من متروك التسمية صحيح؟ وهذا حرام وغير مذكور في آية الأنعام. تعرفوا إيش جوابي؟ إن شاء الله هو جوابي عن إيه؟ يكون له نصيب من الصحة بإذن الله. في فرق كبير جدا بين موضوع متروك التسمية وبين موضوع المحرمات المذكورة. شوف المحرمات أنت إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الأربعة هذه يا إخواني تحرم لذاتها وينفعش بعدين تقول لي لا هاي ميتة بدي أسمي بدي ما ينفعش هي محرمة لذاتها تماما من حيث هي محرمة من حيث هي محرمة. لكن متروك التسمية من حيث هو مش محرم. خروف جذي بقرة أي شيء يؤكل هو في الأصل حلال ولكن عرض له التحريم لعارض وهذا العارض أوقفتكم الآن على الاختلاف الذي وقع فيه
بعضهم قال لك إيه ينفع تأكل عمداً أو سهواً. وهذا رأي مين برضو؟ الجماهير، ولا مش صحيح؟ هذا رأي خلاف للسادة الحنفية. ففي فرق كبير بين آية إيه متروك التسمية وبين آية لا أجد ما أوحي إلي، على أنه في الأخير إن استضعفتم هذا ولم تستسمنوا ولم ترضوا به، يمكن أن تقولوا قل لا أجد فيما أوحي آية صحيحة ومئة في المئة. بناء على ماذا؟ بناء على أن الله تبارك وتعالى يتقصى المحرمات إلى وقته، الوقت الذي أمر فيه النبي أن يقول هذا فعلا لم يحرم إلا إيه؟ الأربعة الأشياء. إن أردت أن تضيف إليها حرمة متروك التسمية زاد حرمة الخمور أنها حرمت بعد ذلك، وحاليا أن تكون حرمت بعد ذلك، يعني إذا أخذت بهذا أكيد بعد ذلك مش قبله أكيد، لأنه لا أجدك إلا، واضح في حصر هنا. جميل أن يكون، ولكن السؤال من الذي حرم؟ الله أم الرسول؟ الله. ومن حق الله أن يحرم اليوم أشياء ويضيف إليها غدا إيه؟ شيئين زائدين ثلاثة أربعة كم، ما في أي مشكلة. هذا نحن مع هذا، هذا مش موضوعنا. موضوعنا أن النبي يأتي إيه؟ بمحرمات زائدة على ما في الكتاب، واضح؟ يعني تشريعات حتى بشكل عام زائدة على